ولسه مكملين معاكم في صباح الورد، ووصلنا لفقرة مهمة جدا، مجلس النواب. مجلس النواب هيبدأ أولى جلساته بعد يعني حبة قليلين جدا برئاسة أكبر الأعضاء سنا، المستشار بهاء أبو شقة. وطبعا ده بعد ما أخطرت الأمانة العامة للمجلس كافة أعضائه المنتخبين والمعينين تطبيقا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليهم للانعقاد. واخيرا هيتم الانعقاد، واحنا طبعا كنا منتظرين بفارغ الصبر تحقيق الاستحقاق الثالث الديمقراطي في خريطه المستقبل لثوره 30 يونيو اخيرا، وهو مجلس النواب. من المنتظر ان بتجرى في هذه الجلسه اداء القسم البرلماني وانتخاب رئيس المجلس ووكيليه. هنتابع معاكم اكتر الاحداث بتاعه الجلسه، وهنتكلم اكتر عن الجلسه الاجرائيه الاولى. ويسعدنا ان يكون ضيوفنا لهذه الفقره الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، والكاتبه الصحفيه الاستاذه نور الهدى زكي. صباح الورد عليكم منورنا استاذه نور. صباح الورد عليكي دكتور، اهلا بحضرتك ومنورنا. مبروك لمصر، يعني اخيرا هنبدا بقى الجلسه النهارده. طبعا يعني اولى جلسات مجلس النواب، وعايز اعرف بقى رؤيه حضرتك او وجهه نظرك ايه اللي هيتم النهارده او ايه اللي هيحصل. هل الجلسه هتتم بكل هدوء ولا ممكن يحصل بعض التجاوزات؟ يعني انا بتصور ان النهارده هتبقى جلسه اداء اليمين بالعدد الكبير بتاع اعضاء مجلس الشعب اللي بيقترب من 600. الجلسه يعني هتبقى مخصصه لاداء اليمين، و يعني اللي هيتم بقى يعني توقعات ان هي هتتم بسلام من غير اي طبعا مشاكل. النهارده على الاقل هتتم بسلام، لكن بعد كده بقى لسه اللي جاي كتير يعني. بالظبط، لسه اللي جاي احلى يعني، احنا لسه منتظرين اللي جاي كتير قوي. بالظبط. طيب دكتور عمرو، من وجهه نظر حضرتك شايف انه في الجلسه دي هيتم حسم انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه من اول جلسه، ولا ما هيحتاج اعاده؟ بمجرد حلف اليمين ورئاسه الجلسه من قبل اكبر الاعضاء سنا هو الاستاذ بهاء، هيتم مباشره فورا. احنا طبعا عايزين انا هستاذن حضرتك، وعايزين نقول لمشاهدينا زي ما حضرتك شايف معانا برضو دلوقتي ان احنا على الهواء مباشره من داخل قاعه البرلمان، واحنا طبعا في اي وقت هيكون في بث حي ومباشر، وهننتقل الى هناك علشان مشاهدينا طبعا يشوفوا. اتفضل. فده هي مجرد حلف اليمين، وحلف اليمين هيتم بشكل فردي. طبعا هياخد وقت طويل قوي حكايه الشكل الفردي ديت. هيتم بعد ذلك الترشيحات بتاعت رئاسه البرلمان، وهيشرف على هذه الانتخابات ايضا الداخليه رئيس المجلس او رئيس الجلسه انجاز التعبير، يعني رئيس الجلسه يعاونه اصغر الاعضاء سنا. هكون هناك مجموعه من الكتل طبعا اللي فيها ترشيحات اللي رشحت نواب او المستقلين اللي ابدوا رغبتهم في الترشيح. اعتقد هناك 5 أو 6 مترشحين او مرشحين لهذا المنصب. مترشح يعني معناها حد رشحه يعني، ففي من هذا وذاك مترشح ومرشح. وهتبدا عمليه الاقتراع وهتنتهي الامور يعني، لكن طبعا ربما العدد كبير، فما ما يتوسمش البعض ان الجلسه ممكن تنتهي بسلام يعني، او يعني تكون يعني كلها بشكل زي ما احنا كلنا نفضله. يعني مين اللي عايز يقعد هنا، مين اللي عايز يقعد هنا، مين اللي قاعد مكان ده، مين اللي لسه الامور مش مرتبه، مين اللي بيحلف يمين خطا في اليمين بشكل عمدي او بشكل بدون عمد، مين اللي حلف في اليمين وخرج فالجلسه بقت ناقصه، ولا الجلسه بقت يعني كامله فيها اغلبيه ولا فيهاش. ربما من هذه المسالك المتوقعه عامه يعني، كلها هنات بسيطه، لكن في الاخر الامور هتمر. والهنات دي مرتبطه بان الكثير من الاعضاء هم نواب لاول مره. حضرتك متفائل بقى يعني، نقف عند هذه النقطة انه في نواب لأول مرة، فهل حضرتك متفائل بهذا البرلمان، ولا يعني شايف أداءه أو متوقع أداءه يكون شكله؟ أقول لحضرتك على حاجة، وطبعا مسألة التفاؤل والتشاؤم دي مسألة نسبية، لكن هم كل الموجودين هم من أبناء 3 يوليو بشكل أو بآخر يعني. فالبرلمان خالي من المعارضة، المعارضة من حيث الأهداف أو معارضة من حيث الأسس، لكنها مختلفة ومتباينة من حيث الإجراءات والتفاصيل في كل الأمور تقريبا، لكن الهدف واحد والأسس واحدة. فمش هنجد إن في خلافات كبيرة قوي،
خاصة إن عندما تظهر مثل هذه الخلافات هيكون الرئيس هو الحسم فيها، مش من ناحية التدخل بشكل رسمي قد ما هو في تدخله بشكل معنوي، على اعتبار إن شرعيته لازالت شرعية كبيرة طبعا، ولازال بيتمتع بشرعية كبيرة، ومن ثم هيوصم أي أمر حتى من قبل الذات، مش من يعني الضبط الذاتي على انه الـ اي معارضه مغالى فيها ربما توسم بانها شكل من اشكال عدم الاستقرار. فهيكون في نوع من الضبط الذاتي بشكل او باخر في هذه الفتره. طيب استاذه نور الهدى، ارجع لحضرتك مره تانية، وبرضو عايز اسالك نفس السؤال، هل انت متفائله من خلال اعضاء البرلمان؟ هل كنت متوقعه ان البرلمان يكون بالشكل ده، او ان هو هيحقق اللي احنا كنا متوقعينه ولا لا؟ يعني التفاؤل بشكل عام، يعني التفاؤل دايما تفاؤل تاريخي، مش تفاؤل لحظي ولا تفاؤل في التفاصيل. يعني ممكن أقولك ان من حيث اعضاء البرلمان والمجال الذي اجريت فيه الانتخابات والشخصيات اللي جت والتعيينات ال 28 والطريقه اللي تمت بيها الانتخابات والتسريبات اللي تمت في تكوين القائمه الكبيره اللي هي قائمه دعم مصر، كل ده ممكن تقولي ان لا يدعو للتفاؤل، لكن تاريخيا لازم الواحد يبقى متفائل على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، ان على الاقل في احنا بنستكمل الاستحقاق الثالث، وبنستكمل خريطه طريق 3 يوليو، وامامنا لسه استكمال اخر وهو اجراء مصالحه وطنيه بين الشعب المصري وبين نفسه. ايوه، احنا هنقف عند المصالحه الوطنيه وبين الشعب وبين نفس، احنا لازم ننتقل الان على الهواء مباشره في بث حي ومباشر من قاعه مجلس النواب، ونشوف مع بعض الافتتاحيه ونرجع نكمل حوار. ده عشان تصويت ايه ده بقى؟ ومجلس النواب الجديد أيها السادة يضم نوابا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، فهم يمثلون بارقة أمل لوضع التشريعات التي تساهم في بناء مصر الجديدة القوية والقيام بالرقابة الناجزة والفاعلة لمكافحة الفساد وبتر أذرع الفاسدين والمفسدين. نواب البرلمان الجدد بالتأكيد يواجهون تحديات هائلة تتطلب العمل بروح الفريق والانسجام والتوافق على قضايا ملحة للنهوض بالوطن، في مقدمتها إصلاح التعليم والصحة وتشجيع الاستثمار ومواجهة العشوائيات ومواجهة الانفجار السكاني، والعمل على توفير حياة كريمة لكل مواطن بالتعليم المناسب والرعاية الصحية وتوفير المسكن الملائم وفرص العمل. نريد أن يكون صوت النواب معبرا عن هموم الناس ومتاعبها وأيضا طموحاتها بقوانين بناءة ورقابة صارمة. مع تجاهل الحناجر التي لا تريد خيرا لمصر وأهلها. ولسه مكملين معاكم أولى جلسات مجلس النواب، وإحنا كنا معاكم دلوقتي بس حي من التلفزيون المصري، وأكيد هنرجع لكم تاني، ولكن عايزين نكمل مع أستاذة نور الهدى، بنرحب بيكي مرة تانية. وإحنا كنا توقفنا عند نقطة مهمة جدا وهي المصالحة ما بين الشعب وما بين نفسه، خلينا نكمل. يعني أنا كنت بتكلم على استكمال خريطة 3 يوليو
بعد الاستحقاق الثالث اللي هو المتمثل في انتخابات مجلس النواب، في كان في ثلاث نقط في خريطة الطريق متعلقة بميثاق الشرف الإعلامي، إقرار ميثاق الشرف الإعلامي اللي هو انتهت منه اللجنة التشريعات الوطنية اللي بتضم صحفيين وإعلاميين لعرضه على مجلس النواب، وتمكين ودمج الشباب، وإجراء المصالحة الوطنية. فإحنا قدام ثلاث استحقاقات بتمثل استكمال لخريطة 3 يوليو. أنا بتوقع النهاردة يعني، أو مش بتوقع، بتمنى زي صديقنا وزميلنا ضياء رشوان ما كان كاتب أظن امبارح يمكن أو أول على بيستدعي إمكانية أن يتقدم الرئيس في يفاجئ الشعب المصري النهاردة بطلب بتشريع عفو عام عن جميع الشباب اللي موجودين خلف الأسوار والذين لم تتلوث أيديهم لا بدماء ولا بإرهاب ولا بتخريب. هو في شباب يعني محبوس لم تتلوث يدي يعني؟ طبعا في ألوف بالخطأ يعني. لا يعني في ألوف. طب ازاي محبوسين وهم مش متورطين يعني زي قانون التظاهر على سبيل المثال؟ يعني 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 الشباب اللي كانوا واقفين على كوبري اكتوبر علشان يحتفلوا بذكرى محمد محمود كانوا 12 واحد محبوسين وما كانوش بيعملوا اي اعمال عنف او تخريب خالص. في زميلنا وهو واحد من مؤسسي حركة التمرد وحد محترم جدا وحد هايل اسمه محب دوس. محب كان رايح الكاتدرائية علشان القداس او الامبارح. بس بالفعل في قرار رئاسي من رئاسة الجمهورية اتكتب امس في المواقع الالكترونية ان الرئيس هيعفو عن 100 شاب. ده الانكى من كده ان من حوالي بتاع يمكن 6 اشهر لما اعفى الرئيس عن حوالي كمية من المحكوم عليهم القرارات لم تنفذ. بعض القرارات لم تنفذ. هو اتكتب امبارح ان في 100 اخرين يعني تانيين برضه لم ينفذ. بعض القرارات لم تنفذ. فدلوقتي يعني بنتمنى ان الرئيس الدولة العميقة يتقدم بهذا العفو العام ويفاجئ الشعب المصري به وتتم عملية مصالحة يعني بعيدا عن الدعوات الخبيثة اللي بتتكلم عن المصالحة مع الإخوان. احنا عايزين مصالحة مع الشعب المصري، يعني عايزين الشعب المصري يصالح نفسه على نفسه. هننتقل الآن مشاهدينا بث حي مباشر إلى التلفزيون المصري نقلا عن التلفزيون المصري لافتتاح الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والآن ليتلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد. كل ده هيتلى صبراً. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم هيتلى صبراً 561 لسنة 2015 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات. قرر المادة الأولى مجلس النواب الجديد مدعوون للانعقاد في الساعة 9 من صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2016. المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الأول سنة 1437 هجرية الموافق 31 ديسمبر سنة 2015 ميلادي. والآن ليتلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 65 لسنة 2015 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب 2015 وكيفية إجراء
إجراء عملية الانتخابات. قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 65 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015. اللجنة العليا للانتخابات بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 وعلى قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 88 لسنة 2015 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015 وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات. قررت المادة الأولى الناخبون المقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل مدعوون للاقتراع بمقار لجان الانتخابات الفرعية لانتخابات أعضاء مجلس النواب. المادة الثانية تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 202 لسنة 2014 المعدل على مرحلتين وذلك على النحو التالي. المرحلة الأولى في 14 محافظة هي محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها خارج جمهورية مصر العربية يومي السبت الأحد الموافقين 17/18/2015 وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومي الأحد الاثنين الموافقين 18/19/2015 وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج جمهورية مصر العربية يومي الاثنين الثلاثاء الموافقين 26/27/2015 وداخل جمهورية مصر العربية يومي الثلاثاء الأربعاء الموافقين 27/28/2015. المرحلة الثانية في 13 محافظة هي محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. وتجرى عملية الانتخاب في دوائر. طيب احنا طبعا لسه في انتظار حلف اليمين وعايزين نرجع بقى لدكتور عمرو، وطبعا احنا شايفين المشهد دلوقتي في حالة من الهدوء، هل متوقع ان الهدوء ده هيفضل مكمل ولا ممكن يحصل بعض المشاكل او بعض التجاوزات فيما بعد النهارده يعني ولا الايام اللي جايه؟ بنتكلم على النهارده تحديدا. لا احنا عندنا بنتكلم على 596 عضو قلت لحضرتك، فطبعا مش معقوله 596 هيكونوا كلهم يعني هادين يتسموا بالهدوء وبالسكينه. اكيد هيبقى في بعض المقاطعات على الاقل يعني. وحصل مقاطعه من شويه صغيرين يعني ما كانش معرفش ايه سببها، لكن حصل مقاطعه لرئيس الجلسه. فربما يعني زي ما خاصة ان بنتكلم على يمكن حوالي اكتر من 80% من الاعضاء من الجدد، من نواب جدد. وبعضهم او بعض النواب المنتخبين وان كانوا قلة عرف عنهم الشغب في محافل كثيرة خارج البرلمان، فربما احدهم يتصور انه يعني يمارس هوايته
لكن الامر مساله الضبط والربط هنا بقى هي الامر، هي النتيجه المهمه. وده راجع لرئيس الجلسه، يعني رئيس الجلسه اذا كان حاسم، لان ما حدث اليوم هو تنفيذ قرار رئيس الجمهوريه ببدء الجلسه او ببدء الاجتماع. الجلسه الان اصبحت في يد رئيسها، وهو رئيس الجلسه، فله السلطه الكامله والحق الكامل في ان يمارس كل سلطاته بما فيها ذلك مساله الضبط والربط، والتي قد تصل الى حد ايقاف المتجاوز واخراجه من خارج الجلسه. فيجب ان يكون هناك نوع من الحسم، مع لان الحسم هنا هيترتب عليه امور كثيره طوال اليوم. دكتور عمرو، من خلال بقى خبره حضرتك ودراستك للسياسه ومتابعه بقى برلمانات العالم، طبعا الفتره الاخيره بعد ما خلصت الانتخابات البرلمانيه شفنا بعض المناوشات واتهامات بالتخوين، ويعني كان في كده اعضاء البرلمان بيشدوا مع بعض زي ما بيقولوا كده، وده يقول مش عارفه على ده ايه وقائمه معرفش، يعني ده طبيعي؟ هل ده بيحصل في مع اي تكوين برلماني في اي دوله، ولا دي حاله؟ هو في الفتره اللي احنا فيها دي يعني ربما يكون امر غير مستغرب، خارجين من فتره او مرحله مخاض، شهد تغيرين كبيرين في 25 يناير وفي 3 يوليو 2011 و2013 على الترتيب. سبقهم مرحله من ثلاث عقود تقريبا من الاستبداد والتزوج السلطه بالمال والفساد الكبير والتأليه والتحنيط. فطبعا كل ده هو مخاض المرحله دي، لكن مش مطالب انه يستمر، يعني هو ربما يكون موجود ومبرر انه يكون موجود، لكن الاستمرار والمغالاه فيه وتبريره بشكل عمال على بطال بغرض استطالته، فده امر طبعا خلاص. يعني هو طبيعي بحكم المرحله اللي بتمر بيها، بس يجب ان ينتهي، بس يجب ان ينتهي فعلا، لان بالذات احنا انتقلنا من حقبه ثوريه انجاز التعبير لحقبه دستوريه، التي في دستور بيحكمنا اللي هو دستور 2014 اللي الكل ارتضى بيه وخرج عليه الشعب، خرج الشعب صوت عليه بنسبه كبيره جدا وباغلبيه كاسحه، ويرغب البعض الان في تغييره طبعا بشكل في نوع من الممالأة للحاكم او ما الى غير ذلك طبعا، وكان والامر ده جوبه بشكل كبير من الغالبيه ايضا بالرفض. فهذا الدستور خلاص انت انتقلت لحقبه جديده، فيجب ان يكون هناك نوع من التريث ولممارسه بقى جيده لادائين تشريعي ورقابي متزن. طيب استاذه نور الهدى، نرجع لك تاني، وعايزاكي تكلميني بقى عن اهم الاولويات اللي يجب ان هي تناقش من خلال اعضاء مجلس النواب في الفتره اللي جايه. يعني هو يعني كما علمنا جميعا ان ال 15 يوم الاولانيين مخصصين لكل القرارات التي صدرت في خلال الفتره اللي فاتت، وهي عددها كبير جدا، لان التشريع الذي صدر من رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي أو الرئيس عدلي منصور الذي لن تتم مناقشته سيسقط وتزول أثاره في خلال مش كده دكتور عم؟ سيسقط في خلال ال 15 يوم يعني برلمان تعرض على البرلمان يوافق عليها يسقط وتزول أثاره. فإحنا هنا قدام فترة ال 15 يوم دول اللي مضغوط فيهم البرلمان، إما بقى إن يتم تقسيم هذا العدد الكبير من القوانين إلى فئات، مثلا جزء تتم مناقشته وجزء يحل اللجان وجزء تتم الموافقة عليه، يعني في كلام طرح من هذا القبيل. الحاجة الثانية إن القانون اللي مش هيتناقش وهتتم الموافقة عليه من حق البرلمان انه يناقشه ويطرحه على أعضائه في أي فترة من الفترات. من وجهة نظر حضرتك إيه أهم القوانين العاجلة اللي يجب أن تكون على قائمة الأولويات في مناقشتها داخل البرلمان؟ يعني من أهم القوانين أنا بتصور غير كل الناس اللي متصورة أن قانون التظاهر هيطرح. على حسب معلوماتي ان قانون التظاهر لن يطرح في فتره ال 15 يوم. ليه؟ لانه هو صدر قبل دستور 2014 يناير 2014، والقوانين اللي هتتم مناقشتها خلال فتره ال 15 يوم اللي هي
بدأت من يناير 2014 إلى 10 يناير 2016. يعني طب وحضرتك مش شايفة يعني إنه يعني هي فترة بداية الموافقة على الدستور لعقد أول جلسة للبرلمان. قانون التظاهر صدر قبل كده. فأنا بتصور وفقا للدستور اللي في إيدينا ده إن قانون التظاهر لن تتم مناقشته، ولكن قانون التظاهر مطلوب إنه يطرح على المجلس في أي وقت وتتم مناقشته. إيه إشكالية قانون التظاهر؟ يعني لو اتكلمنا بدقة أكتر لهذا الوصف، هو اسمه قانون تنظيم التظاهر، وده بيعمل بيه في كل دول العالم، اللي هو مطلوب إن حضرتك تاخدي تصريح بميعاد معين، بعدد الشخصيات، بمكان معين، يعني كما يحدث في كل دول العالم. إيه الإشكالية أنا بتصور حول هذا القانون؟ إن الإشكالية وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان في 14 نقطة، وعرضهم في اجتماع شهير جدا كان فيه الأستاذ فايق والأستاذ عبد الغفار شكر، وقعدوا مع الرئيس عدلي منصور وعرضوا ال 14 نقطة. وبتصور ان الإشكالية الحقيقية فيه هي ان ان تتم المظاهرة باختار وليس بتصريح، اختار وليس تصريح. والإشكالية الأخرى إن لحد النهاردة مثلا في شباب محبوسة من أيام وقفة مجلس الشورى. مجلس الشورى دي بقى لها سنتين. طب هل عن طريق الإختار هنقدر يبقى في سيطرة؟ إختار، وعلى لو في معلومات لدى الداخلية بإن المظاهرة ما تتمش، عليها اللي هي اللي تقدم هذه المعلومات مش المتظاهر. واخدة بالك؟ اللي حاصل إيه دلوقتي؟ حتى في المظاهرة اللي فيه ناس لسه محبوسة بمقتضاها إلى الآن، اللي هي مظاهرة مجلس الشورى، التدرج في إنهاء التظاهرة والالتزام حتى بقانون التظاهر لم يتم. يعني أنا عندي خطوات تدريجية. الخطوات التدريجية إيه؟ إنك إيه؟ تعلن الأول تصريح، وتعلن الأول إن المظاهرة تنفض بعد مثلا ربع ساعة، وتستخدم الميكروفونات، وبعدين تستخدم المية، وبعدين تستخدم الغاز. طب اللي حصل وقتها كل ده ما حصلش. ان هو دخل بالمرحله الاخيره على اللي هو دخل بالتقيل على طول. كويس. فهي الحكايه كده بالظبط، ان في ان في حتى الالتزام بالقانون ما تمش. حضرتك شايفه جمله اختار دي يعني صحيحه؟ يعني هل هي لصالح الدوله؟ يعني اصل مين اللي يملك اختار دي معناها ايه؟ انا هقول لك بقى وافقت ولا ما وافقتش. هل هيبقى في يعني هو ليه يملك انه يوافق لي انه يديني تصريح ولا ما يدينيش؟ علشان انا كجهه امنيه مسؤول عن تامينك اصلا في هذه المظاهره. ما هو لو مش الوقت مش سامح، او الظروف لا تسمح، او انا كجهه امنيه عندي معلومات. الجهه الامنيه طبعا القضاء. يعني أنا عايزة القضاء المستعان هو اللي يحدد ده، يعني مش الجهة الأمنية. يعني أنا بنرجع تاني لنقطة الموافقة. أنا هنا بعمل إختار، والقضاء هو اللي يحدد. القضاء المستعجل يحدد ده وبسرعة في ظرف 24 ساعة. تمام، بس لازم يديكي موافقة. أنا عندي تجربة. أنا أخترك وأمشي من دماغي. يعني لا يديني موافقة طبعا. إختار، أنا بقول له هعمل مظاهرة في الحتة الفلانية، بس بنتظر والمسؤولين عن مظاهرة فلان وفلان وفلان، وهنبقى كذا شخص وعددها مثلا حوالي كذا، وهتبدأ من الساعة كذا وتنتهي الساعة كذا، وشعاراتها كذا وكذا وكذا. تمام. وطلباتها كذا وكذا وكذا. تمام. يا حضرتك معترضة بس على فكرة التصريح. بدل التصريح يبقى فيه اختار. كويس. لا في نقطة. لا هي موافقة على التصريح بس من القضاء. حضرتك معترضة على لو في اعتراض يبقى القضاء. مين اللي يلجأ للقضاء؟ الجهة الأمنية. طيب. لأن الجهة الأمنية لأن هي اللي بتعترض. يعني على المعترض إن هو يقدم الحجة القضائية. طيب. وبسرعة. دكتور عمر حضرتك ليك وجهة نظر عايز تضيفها؟ هو بس في البداية بس أحب أقول يعني أمسك الختم الأول يعني في الموضوع الأولاني. هو طبعا إحنا عندنا هنا اللائحة والقرار بقوانين اللي ذكرتها الأستاذة نور. حوالي طبعا بالمئات. مش بالعشرات ولا حاجة. ولازم 15 يوم يوافق عليها أو يرفضها. طبعا الاثرها انتهى في الشارع، خلاص انتهى. لكن مش هتناقش، لكن زي ما تقول استاذ نور يقبل، وبعد 15 يوم ممكن بعد كده نعدل. مساله الثقه بالحكومه خلال 30 يوم يجب انها تكون برضو دي من الامور المستعجله. عندنا امر مستعجل مهم جدا، وهو اصدار قانون الهيئه الوطنيه للانتخاب.
لان الوقت ما بعد لو اي شيء حصل مكروه لاي طرف في انتخابات عامه مين اللي هيشرف على الانتخابات؟ الهيئه اللجنه العليا للانتخابات دلوقتي انتهت مهمتها. مفيش اي هيئه دلوقتي بتشرف على الانتخابات. ابسط شيء لا قدر الله، لا قدر الله ربنا يرجعهم كلهم سالمين، ثلاثة أربعة من نواب مجلس الشعب ماشيين راجعين بلادهم حصل لهم مكروه، هيبقى انتخابات تكميلية، مين اللي هيشرف عليها؟ اوكي مثلا طب مين فعلا؟ يعني مفيش. لازم يطلع لازم قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بأسرع ما يمكن بأسرع ما يمكن بعد ال 15 يوم، بعد ال 15 اليوم دول أو خلال ال 15 يوم كمان. نمرة اثنين، القوانين اللي ذكرها الدستور انها في اول دور ند القضاء، العدالة الانتقالية، بناء دور العبادة، قانون المحليات ما ننسوش لانه مهم جدا، لان دول هيرفع عبء كبير قوي عن اعضاء مجلس الشعب. كلهم دلوقتي شغالين نواب محليات. لما نعمل انتخابات قانون محليات وفي انتخابات من ضمنه انتخابات مجالس محلية، هيرفع عبء كبير قوي عن اعضاء مجلس الشعب. نيجي لموضوع قانون التظاهر. قانون التظاهر يبدو لي ان يعني استخدم كده القانون لاهداف سياسيه. بمعنى ان دلوقتي عندي القانون بقاله حوالي يمكن اكتر من سنتين، هاتي لي مره واحده تقدم بيها المتظاهرين الى لمطالب سياسيه ووافق على الطلب مره واحده. ساعة المجاري بتاعة العبور وافقوا عليها، ساعة المية مش عارف بتاعة الشروق وافقوا عليها، ساعة الكهرباء اللي انقطعت على مش عارف ايه، امور في امور خدمية لزر الرماد في العيون. فيبدو لي ان القانون استخدم لغرض سياسي او مسيس او بيتم تسييس المسألة في حكاية الترخيص من الاختار، وده امر مش مطلوب. احنا بنتكلم على ايه؟ ده بنتكلم على 10 او 12 12 تقريبا 12 تعديل ذكره المجلس القومي لحقوق الانسان، يعني و12 تعديل تقريبا بسيط وهادي. تعديل احنا طبعا هنستأذن حضراتكم لننتقل الان لبث حي ومباشر نقلا عن التلفزيون المصري لحلف اليمين. لتتلى ابتداء قبل اداء اليمين الدستورية الاعتذارات. الاعتذارات. يعتذر السادة الاعضاء جواهر سعد الشربيني، محمد فرج عامر، ومحمود أحمد فؤاد عطية عن عدم حضور هذه الجلسة. تنص المادة 104 من الدستور على أنه يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. وعملاً وإعمالاً لهذا النص نشرع الآن في أداء اليمين الدستورية، ونبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن ثم العضوان المعاونان له. الإجراء هو بيقول الأول اللائحة بعد الجلسة الإجرائية. بعد الجلسة الإجرائية. وأي حديث قبل أداء اليمين لأن اكتساب العضوية وفقا للمادة 104 بعد أداء اليمين. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. الأستاذة نهى خالد قائد الحميلي،
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. الأستاذ عمر حسن عمر محمد حسنين. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. لا كفاية تسقيف، ده ياخد وقت. ليتفضل كل عضو من السادة الأعضاء عند النداء على اسمه بأداء اليمين الدستوري ولتنادى الأسماء السادة أعضاء حسب ترتيب العضوية بالمحافظات طبقا لما هو وارد بقانون الدوائر الانتخابية والذي يبدأ بمحافظة القاهرة الدائرة الأولى. السادة الأعضاء محافظة القاهرة أحمد محمد زيدان الدمرداش. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. رقم العضوية 2 سيادة النائب عمرو كمال مصطفى الجهري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. العضوية رقم 3 سيادة النائب إيهاب عاطف راغب إسكندر. أن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. عضوية 4 سيادة النائب جون طلعت مفيد أبادير. أقسم بالله العظيم أنا أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على الاستقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. عضوية رقم 5 سيادة النائب إيهاب أحمد سيد بدو. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. عضوية 6 سيادة النائب أمين محمد علي مسعود. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. عضوية رقم 7 سيادة النائب عمر محمد عمر محمد رحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. 8 سيادة النائب حاتم مصطفى باشات أحمد. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. 9 النائب محمد عبد الغني عبد المطلب عبد الحق.
نرجع لكم مرة تانية مشاهدينا من بعد بث حي مباشر مستمر طبعا من التلفزيون المصري في حلف اليمين في أول جلسة في البرلمان. طبعا شفنا حلف اليمين لثمان أعضاء من 500. أستاذة نور حضرتك شايفة أنه ده احنا هنقعد بقى لحد المغرب مش كده؟ العدد كبير. العدد كبير طبعا وأنا ظني أن هي هتستمر فقط النهاردة مع يعني مش عارفة يدوب الوقت يدوب. يعني هل دكتور عمرو لازم انتخاب الرئيس والوكيلين النهاردة؟ لا مش لازم بس طبعا يعني. بس هتبقى مهم انه ينتخب النهاردة عشان الموضوع ده يتحسن يعني. طيب حضرتك شايف المشهد ازاي بقى مع بداية حلف اليمين والثمان اعضاء؟ كل واحد دقيقتين 596 يعني كان عن 298 نائب 298 دقيقة في الدقيقة 2 يعني لازم يكون في بريك طبعا في النص الناس تاكل ولا تطلع لا ما يعني 300 دقيقة يعني كم ساعة دخلنا في يعني لأن الجلسة هنا بالأغلبية خمس ساعات ممكن ساعات في يعني أي حد يخرج ويرجع تاني بسهولة لأن هنا بنتكلم على طالما الجلسة موجودة بالأغلبية لما الأغلبية قائمة يبقى أي حد ممكن يستأذن اللي هيصلي من غير ما حتى يستأذن ما أعتقدش حتى في الجلسة زي دي هيكون فيها استئذان كتير يعني اللي يخرج يصلي اللي يخرج التواليت لا يخرج يتناول بعض الطعام او يتناول بعض المشروبات ويرجع تاني فبنتكلم على 298 دقيقه يعني بنتكلم على 60 في 5 بنتكلم على حوالي 5 ساعات على الاقل يعني حتى اتقال ان احنا نوفر التسقيف منعا ان احنا نهدر وقت بعض الناس حتى اقترحوا بس دي ما كانتش يعني هي ايجابيه لكن مش دستوريه تقريبا اللي هي مساله ان الحلف اليمين بشكل جماعي لكن الدستور ذكر ان اللي يقسم العضو القسم التالي فذكر ان قسم انه اللي بيقسم العضو مش الاعضاء يعني شكل فردي دكتور عمرو شايف الائتلافات بقى والاحزاب دي مهمه بقى حضرتك شايف دي مصيرها ايه في البرلمان وهل هيحصل انفصال ولا هيحصل اندماج ولا شوف اقول لك حضرتك على حاجه هو طبعا اذا اي الوقت بنتكلم على حوالي بتاع يمكن 59% من الاعضاء مستقلين اي تكتلات غرضها انها تلم هذه المستقلين او تلم هؤلاء المستقلين الى تكتلات او تجمعات ده امر ايجابي جدا ليه حضرتك شايفه ايجابي؟ لان انت عندك ان كل مستقل او كل واحد من دول فاكر نفسه او حزب مستقل حزب لوحده فالمصلحه حتى السلطه مصلحه السلطه التنفيذيه عشان تتعامل مع البرلمان جيد يكون في تكتلات تمام وده اللي نجده امر محمود قوي واللي عامله الاستاذ عبد الغفار شكر في تحالف العداله الاجتماعيه انه ابتدى يكون عنده حوالي من 15 ل 20 نائب من المستقلين في هذا التحالف لكن اللي بقى مش طبيعي انك تفتتي الاحزاب السياسيه وتعملي ائتلافات ده اللي مش طبيعي يعني هنا انت يعني هنا مش بس انت بتهدي المجلس ده انت بتهدي نظام الدوله اللي مكتوب عليه في الدستور دعم مصر بالظبط المكتوب عليه في الدستور ان هو نظام معتمد على التعدديه الحزبيه فانت هنا بتهدي الدوله او بتهدي النظام السياسي للدوله اللي موجود فطبعا ده امر خطير جدا ويجب التوقف عنه ويجب الاعضاء ان يعني يبتعدوا عنه بشكل كامل طب ده ايه الفرق ما بينه وما بين ان احنا حضرتك قلت ان هو استاذ عبد الغفار لا ده مستقلين مستقلين مع بعض ده مستقل التاني بيهد الاحزاب بيهد التكتلات الحزبيه الموجود بغض النظر اتشكلت ازاي جابوا مرشحين من بره مرشحين من جوه هم منتمين للمصير الاحرار للوفد للمستقبل الوطن للشعب الديمقراطي لحمايه وطن للنور لاي حاجه ما في دي ده مش مشكله انه ما تفتكر ده بيرجع لان رئيس الجمهوريه ملوش حزب خاص بيه طبعا ما طبعا يعني زي في فراغ في محاوله لانشاء حزب وطني جديد من الاخر صحيح هي محاوله لانشاء حزب وطني جديد عشان كده دي امر مهم قوي ان وبعين مخالفه للماده السادسه من قانون مجلس النواب اللي العضو بيحتفظ بانتمائه اللي انتخب على اساسه كان مستقل او حزبي يعني لو غير انتمائه بتسقط عضويته يعني هو هنا دخل المصريين احرار ما ينفعش يغير انتمائه الحزبي للمصريين الاحرار طب انت هنا فككت هذه الانتماءات الحزبيه وبعدين عايز اقول في فرق بين التكتل اللي بيدعو ليه الاستاذ عبد الغفار شكر وتكتل دعم مصر ان هذا التكتل تكتل العداله الاجتماعيه اللي قايم على توجه ايديولوجي وتوجه فكري معين يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مجموعة من التشريعات لكن الى الان لم نعرف ما هو توجه
هذه المجموعات المتناثرة والمتنافرة من مجموعات المصالح التي تشكلت فيما يسمى دعم مصر، وكانت هي قائمة حب مصر، واستهلك كثيرا اسم مصر في هذه التكتلات، ولا تعرف يعني توجههم لإيه. هل هو إعادة إنتاج الحزب الوطني تاني؟ هل حضرتك خايفة من طبعاً يتم طبعاً إعادة إنتاج الحزب الوطني فقط، ولا في مخاوف أخرى؟ يتم إعادة إنتاج الحزب الوطني اللي كان لم يكن حزب بالمعنى السياسي ولا بالمعنى الأيديولوجي، ولكنه كان مجموعة من المصالح ومجموعة من المستفيدين من وجود الدولة، من وجود مصالح التي تديرها الدولة. فهي الحكاية كده بالظبط. وبعدين ما خرج في خلال الفترة الأخيرة من كيفية تكوين قائمة حب مصر تحولت لدعم مصر شيء يندى له الجبين. يعني هذه القائمة التي تمت داخل الغرف المغلقة وداخل مكاتب الأجهزة وبترتيبات جهات عليا لم تكن قائمة معبرة أبدا عن توافق مجتمعي ولا تلاقي فكري ولا تلاقي أيديولوجي ولا إقرار العدالة الاجتماعية وإقرار مبادئ الثورتين، مبادئ ثورة يناير الأم وثورة 30/6، ما حدش عارف اتكونت على أساس إيه لإعادة إنتاج الحزب الوطني. أنا كنت عايزة بس أشير لنقطة بالنسبة لحلف اليمين، إن بذكركم بحلف اليمين بتاع المجلس الإخوان اللي طلع ناس فيه يقولوا بما لا يخالف شرع الله. يعني أقسم على احترام كذا وكذا بما لا يخالف شرع الله. أنا ظني أن النهاردة ودي من الأشياء المبهجة، رغم كل ملاحظاتنا ورغم كل انتقاداتنا لأشخاص بعينهم، إلا أن مش هيطلع لنا واحد يهرتل ولا يهرج في أداء يمين هو جزء أساسي من صحة عضويته. لا، وهي اتحسمت الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة النقطة الثانية اللي عايز أقولها إن الدستور اللي في إيدينا دوت تحدث عن ثورة 25 يناير و30/6، والعضو اللي هيطلع يقسم النهاردة على احترام الدستور اللي احتوى ثورة 25 يناير وفيها وفي أعضاء في اللي عينهم رئيس الجمهورية اللي بيسبوا لثورة يناير كل يوم حوالي 90 مرة. فهنا احنا طب دي ما تتحطش تحت حرية الرأي يا فندم؟ يعني حرية رأي، أنهي حرية رأي وانت بتقسم والقسم هنا يروح فين؟ يعني انت النهاردة طالع تقول عليها ثورة خساير ولا المؤامرة ولا النكسة، وانت بتقسم على الدستور اللي بيقول لك ثوره يناير، لان بيقول لك انت بتحترمها، انت بتحترمها ولا بتحترمها. كان حصل جدل في هذا الشان، قال لك الدباجه دي في الدباجه وليست في المواد. لا، ما تبقاش عضو انت لحد النهارده. المصريين بيقولوا انقلاب يوليو، ثوره 52، في قطاع من المصريين بيقول لك انقلاب عسكري، انقلاب عسكري وظباط يوليو لحد النهارده، رغم ان هو الى الان هو المشروع الوطني الوحيد اللي جت بيه ثوره يوليو في تاريخ الحديث بعد محمد علي. هي في الحقيقه مرت بكذا مسمى. يعني هي مرت بانقلاب عسكري على الاحرار ثم ثوره. نعم، يعني ثوره 52 تحديدا مرت بكذا مسمى حتى تاريخيا، ويمكن الرئيس الأسبق محمد نجيب كتبها في مذكراته إن هي يعني في فترة كانت قيل عنها انقلاب عسكري، قيل عنها حركة الضباط الأحرار، يعني أنا قيل عنها يعني ثورة. أنا عايز أقول لك حاجة بسيطة جدا، مرت بمسميات مختلفة. الثورة هي علم تغيير المجتمع. نعم، الحركة اللي تغير مجتمع تبقى ثورة. لحد النهاردة ثورة 23 يوليو هي الثورة الوحيدة التي غيرت هذا المجتمع. اللي خلت ولاد الفلاحين والحفاة واللي مالهمش قيمه في المجتمع يبقوا ضباط ومهندسين وطبقه وسطى، مش كده؟ مش هو كان الاول الفلاح هو عايز يبقى ضابط؟ لا، بس عايز ابنه يبقى ضابط، واخد بالك ازاي؟ فعملت اللي احنا بنقول عليه الحراك الاجتماعي. الفكره ان الثوره كل واحد بيشوفها من وجهه نظر، وهل التغيير ده جاي للصالح ولا للعكس؟ هي مش وجهه نظر هنا. انا بتكلم على عضو منتخب او معين داخل المجلس. يعني حضرتك شايفه انا النهارده كعضو معين هقسم ازاي على الدستور ده ان انا بحترمه وهو بيقول لي ثوره يناير وانا بقول عليها نكسه يناير؟ يعني حضرتك شايفه لو في حد شايفها نكسه وخلاص دخل في البرلمان يجب ان يلتزم بما يقر الدستور ويبتدي يغير قناعاته؟ محدش هيلتزم ولا يغير كده. هامش من النقد زي ما انت بتقولي، او اذا بحاول اوصل في هامش من النقد. يعني مثلا حزب الوفد
حزب الوطن من اكثر الناس المعترضين او معارضين لثوره 52 لكن عمره بيطالب بعوده النظام الملكي بالظبط او لا يجاهل بذلك على الاقل حتى يعني بلاش اصل هيبقى شكله ايه العضو اللي كان قبلها بيقول خساير وداخل يقول انا هقول ثوره يعني برضه هو نفسه هيفقد مصداقيته يعني لازم لازم الشخص ما 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 هنا بقى ما هنا اللي حصل ما هنا التناقض اللي حصل يعني اللي تم تعيينه واللي جم بسيطره راس الاول كنا بنقول تزوج راس المال والسلطه دلوقتي سيطره راس المال على السلطه يعني عارف اللي جم بش بش براس المال واللي جم بتوجيهات بتكوينات الاجهزه القوائم اللي تكون تكوينات الاجهزه واللي جم بالتعيين انا بتوقع ان البرلمان ده هنشوف فيه كتير قوي بس ايه الدلائل ان في اجهزه امنيه كونت ده ما حضرتك إيه؟ لازم يكون في ادله على ان الاجهزه الامنيه مكونه اللي حضرتك بتقوليهم او التكتلات يعني 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 احنا يعني قريتي لازم تكوني قريتي حازم عبد العظيم هو كان واحد من اللي قاعدين جوه الاجهزه الامنيه بس يعني في الاخر احنا بنصدق الحاجه اللي احنا عايزين نصدقها لكن لا هل في عايزه ده واحد من جوه المطبخ ده من قلب المطبخ تمام حضرتك دلوقتي اشرتي لنقطه مهمه جدا وقلتي البرلمان ده هيحصل فيه كتير ايه اللي هيحصل فيه يعني الحاجات الكتير اللي حضرتك شايفاها يعني هذه التركيبه اللي احنا شايفينها هذه التكوينات وهذه التركيبه الشديده التناقض ما هو ده المجتمع برضو يا فندم يعني المجتمع المصري حتى اللي بيقول خساير ده ما هو ده برضو بيعبر في فئة من الشعب يعني ما هو في الآخر أنا كمواطن عايز اللي يعبر عن صوتي داخل البرلمان بس في حاجة بس في ثورة قامت تمام وفي دم الدفع وفي كده وفي ناس متفقة وفي دم الدفع فيها أي وفي ناس خرجت في 25 يناير وفي 28 عشان تاخد رصاصة وعشان ما تعرفش هترجع بيتها ولا لأ لكن في ناس خرجت في 30/6 وهي محميه بالجيش عشان كده الثوره هي الثوره الام هي ثوره يناير وموجتها التصحيحيه اللي خدت الثوره اللي اتسرقت رجعتها تاني التي كانت تحت حمايه الجيش وحمايه ودعوه الاجهزه كلها اللي كانت معانا ورجال الاعمال اللي كانوا معانا ها والشرطه اللي كانت معانا المساله اختلفت الثورة هي الثورة يعني ما دام في ثورة يبقى المجتمع بيتغير ما تقوليليش وجهة نظر هنا في ثورة قامت ولا ما فيش هو ده السؤال طب احنا كان في برضو نقطة مهمة جدا كنا بنتكلم فيها قبل الهوا وهي طبعا احنا النهاردة في أولى جلسات مجلس النواب والنهاردة من الطبيعي ان هي تبقى مذاعة لأن في حلف اليمين هل بعد كده الجلسات هتبقى مذاعة ولا لا أو توقعات حضرتك دكتور عمرو احنا عندنا المادة 102 من الدستور هي نظمت المسألة دي وذكرت ان جلسات المجلس علنية بس في فرق بين العلنيه وفي فرق بين الاذاعه الماده كام يا دكتور 102 اظن طب ايه الفرق ما بين العلنيه والاذاعه 120 ايه الفرق ما بين العلنيه لا علنيه عن الجلسه علنيه عن مثلا انا طلبت احضر الجلسه حضرتك طلبت تحضر الجلسه الناس اللي ماشيه في الشارع خدوا عايزين يمشي ياخدوا تصريح بتطور المواطنين المصريين يروح يحضروا الجلسات زي ما في اي برنامج برنامج العالم كلها جلسات علنيه ما هياش جلسه سريه مقفوله ما هياش مقفوله وال بس احنا طول عمرنا بنشوف جلسات مجلس الشعب في التلفزيون ايوه بنشوف مقتطفات منها بقى بنشوف حتت بس مش كامله يعني لكن ممكن اقرا الماده 120 طبعا سريعا بس قبل جلسات ما جلسات مجلس النواب علنيه ويجوز انعقاد المجلس في جلسه سريه بناء على طلب رئيس الجمهوريه او رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب او 20 من اعضائه على الاقل سريه بقى ليه خاصه الامن القومي امور خاصه الامن القومي احنا بنشكركم شكرا جزيلا طبعا للاسف بس وقتنا عشان لازم نرجع بنشكركم جدا دكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه نورتنا وصباح الورد عليك صباح الورد على حضرتك والكاتبه والصحفيه نور الهدى زكي نورتينا وصباح الورد عليك صباح الورد صباح الورد صباح الورد ونورتينا ونورتنا يا فندم ونقول مبروك لمصر وان شاء الله الى الامام ونتفائل باللي جاي باذن الله مشاهدينا بنشكركم شكرا جزيلا طبعا احنا دلوقتي هنختم معاكم لكن هنتواصل وننتقل الى بث حي مباشر طبعا للجلسه الاولى من البرلمان صباح الورد عليك صباح الورد عليك يا مها وصباح الورد على كل اللي بيشوفونا النهارده وان شاء الله حلقه جديده ويوم جديد من صباح الورد ومبروك لمصر وتحيا مصر.